السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم في الدول العربية، مرحبا بكم إخوتي، إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة وعافية. بسم الله والصلاة على رسول الله. الشرح اليوم إخوتي سيكون حول لماذا تطبيق المحفظة لا يفتح عند بعض الأشخاص. يوجد الكثير من الأشخاص في وضعوا لي تعليقات وقالوا لي إن محفظة سويت كوين لا تفتح معي. إخوتي يوجد سبب، إخوتي أنا أظن أنه لا يوجد سبب لعدم فتح المحفظة عندك. السبب الأول هو مثلا حينما أول مرة حينما تقوم بالتسجيل من هنا تضع وتبدأ في التسجيل وترسل الرسالة إلى الإيميل الخاص بك وتقوم بالتأكيد بأنك أرسلت تلك الرسالة إلى المحفظة إلى البريد الإلكتروني وتتوقف. يقول لك هنا إخوتي، يكتب لك هنا بأن تقوم بإدخال ذلك الكود الرمز للتأكيد. إخوتي هنالك العديد من الأشخاص أظن أنهم لم يكونوا يعلمون أن ذلك الكود هو مهم جدا عندما تدخله في تلك الخانة المكتوبة هنا. إن مهم جدا إخوتي، لأنه عندما تقوم تذهب إلى الإيميل وتأتي بذلك الكود وتضعه هنا في التطبيق سويت كوين، فهو يتأكد من أن الحساب هذا الحساب خاص بك ويتأكد من أنك صاحب الحساب. إخوتي هذا هو المشكل الذي ظهر عند العديد من الأشخاص، لم يكملوا الطريقة. طبعا أنا قمت بتسجيل إخوتي في شهر ماي إخوتي، وقمت بتأكيد الحساب إخوتي عن طريق ذلك الكود، وبعدها يمكنك الذهاب وفتح عن طريق الرابط كما تلاحظون. كما شرحت لكم إخوتي، سوف أقوم الآن بالذهاب إلى البريد الإلكتروني وأريكم أمر مهم. الآن قمت بالدخول إلى الإيميل أو البريد الوارد، سوف أذهب إلى الرسالة. هذه رسالة إخوتي كما تلاحظون، هذه رسالة كانت قد وصلتني في ماي الماضي، يعني مدة طويلة قبل أن تظهر محفظة سويت كوين. هذه رسالة إخوتي، وقمت بأخذ هذا الرمز وإدخاله في التطبيق سويت كوين وليس في محفظة سويت كوين، وقمت بالتأكيد أنني سجلت. طبعا هذه خطوة أظن أنها مهمة، لأن كل شيء مهم تعمله وتفعله هو شيء مهم. مثلا عندما أدخل من الرابط هنا كما تلاحظون هنا، أقوم بالضغط على الرابط ليفتح تفتح معي المحفظة كما تلاحظون هنا. هنالك متابعة قامت بالتعليق وقالت لي عندما أضغط على الرابط لا يكتب لي أن الذهاب إلى المحفظة. إخوتي يوجد مشكل، هنالك مشكل لم أعرف سببه. تلك المتابعة قالت لي إن حينما أفتح من الرابط لا تخرج معي الواجهة كما تلاحظون هنا، أنا تخرج معي اضغط على لوج إن كما تلاحظون على تضغط هنا، حينما تضغط هنا يأخذك مباشرة إلى المحفظة كما تلاحظون. بالنسبة للمشككين في هذا التطبيق لا يمكن التشكيك في هذا التطبيق، لأن الرسالة التي أتت من تطبيق سويت كوين هي التي ترسلك إلى هذا التطبيق، إلى تطبيق المحفظة، يعني هذا شيء مهم جدا قمت بشرحه من قبل. وأنا الحمد لله أنا من الأوائل الذين شرحوا محفظة سويت كوين وتأكدوا من أنها محفظة رسمية وبالأدلة. أنا قمت بإعطائكم الأدلة إخوتي كما تلاحظون، قمت بفتح المحفظة عن طريق الرابط فقط، هذا هو الحساب الرسمي الخاص بي. هناك شخص قال لي لماذا تفتح لا تفتح بالحساب
الرسمي خاص بك في سويت كوين. ها الآن أنا فاتح، قمت بفتح كما تلاحظون هنا. كما تلاحظون إخوتي هنا يبقى 16 يوم لانطلاق محفظة سويت كوين. قلت لكم إن اللوجو الخاص بالعملة سوف يتغير، سوف يتغير نعم إلى ذلك، إلى هذا الرمز كما تلاحظون هنا، لن يصبح S بل يصبح على هذا الرمز إخوتي، الرمز الأحمر كما تلاحظون هنا، هذا الوقت الذي في الوسط. وبالنسبة للأسعار فقلت لكم إن السعر لا يمكن أي أحد أن يتكهن بذلك السعر، لأن هذه عملة رقمية إخوتي، وتخضع العملة الرقمية تخضع للطلب والعرض والطلب طبعا. بالنسبة لتطبيق سويت كوين إخوتي، فإن التطبيق لن هذا التطبيق طبعا، التطبيق الرسمي لتطبيق سويت كوين فلن يغلق طبعا. أنا قرأت رسالة من تطبيق سويت كوين، من محفظة سويت كوين، تقول إن التطبيق لن يغلق لأنه سوف يبقى مرتبط مع المحفظة. مثلا أنت تقوم بالمشي أو جمع النقاط وإرسال مباشرة سوف تظهر في المحفظة. ويوجد شخص قال لي إن متابع سألني لماذا النقاط لا تحتسب مباشرة على المحفظة، من نقاط سويت كوين التي يحصلها مثلا في اليوم لا تحتسب في محفظة سويت كوين. نعم هي تحتسب، يمكن ليس مباشرة ولكن سوف تحتسب طبعا لأنها نقاط سويت كوين. المهم ويبقى المستقبل العملة غير معروف طبعا. إن شاء الله يكون السعر 1 دولار طبعا، إن شاء الله يكون السعر 1 دولار في المستقبل، لأن العديد من الأشخاص يمتلكون الكثير من النقاط طبعا. يوجد العديد من الأشخاص يمتلكون العديد من النقاط، هم حاليا يمتلكون الآلاف من النقاط. المهم إخوتي، أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على لايك إخوتي ووضع تعليق، أنا أقوم بالإجابة على أغلب الأسئلة، وأعتذر من أي شخص لم أقم بالإجابة عليه لأن كمية الأسئلة كثيرة إخوتي والرسائل كثيرة. شكرا على المتابعة، وفي فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.